هلو يا فنانين، ازيكم؟ انا اسراء، وانتوا دلوقتي بتتفرجوا على اسراء ارت ستوديو. الفيديو ده مسجل من لايف كان على تيك توك وانستجرام. عملنا اللايف عشان نتعلم فيه خطوات رسم شفايف. عملت الرسمه عشان يكون عندكم باك جراوند كامله. انا عملتها من قطعه منحوته، يعني شفايف منحوته نحت، وانا رسمت من القطعه النحت دي. فيلا بقى جهزوا القهوه بتاعتكم، يلا بينا نبدا. اول حاجة هستارت في ان انا اعمل خط بالعرض وخط بالطول. الخط اللي بالعرض هيفصل لي الشفايف فوق عن تحت، والخط اللي بالطول هيفصل لي الشفايف اليمين عن اليسار. طيب ما تنسوش كمان ان السكتش ده هيكون متوفر في شكل صورة على بنترست، هحط لكم رابط البنترست بتاعي، تقدروا تحملوا الصورة فور فري، مجانا تماما، وتخلوها عندكم في شكل خطوات عشان تقدروا تعملوها اول باول. واللي حابب ان هو ينفذ التطبيق بتاع السكتش ده ويبعتولي على انستجرام، يا ريت، دي حاجة هتبسطني جدا. تعالوا نعمل تخطيط بسيط بخط خفيف للاوتلاين بتاع الشفايف، لان احنا اتفقنا قبل كده في الرسم الواقعي الاوتلاين او الجسم البارز احيانا جدا الاطراف البارزه بتاعته بيكون عليها ضوء، فما بيكونش دارك، فمش محتاجه ان انا اعمل له اوتلاين غامق. تاني حاجه، في الرسم الواقعي للشفايف انا اصلا الشفايف بتكون جلد طبيعي خالص زي الجلد بتاع البشره، بس ليه نسيج مختلف او شكل مختلف، فانا ببدا اتعامل معاه على الاساس ده، فمش بعمل له خط محدد يفصل بره عن جوه. فهمتوا قصدي كده؟ تمام. فالفكره كلها عباره عن ظلال بلس الملمس بتاع الجلد الجسم اللي انا برسمه في البورتري. تمام كده. طيب بما ان السكتش اصلا مش هيكون واقعي، بس هو هيكون دراسة للاماكن الغائرة والبارزة اللي هتاخد ظلال واللي هتاخد ضوء، والضوء القوي عن الضوء الهادي، عن الظل الغامق عن الظل البسيط، وانعكاسات الضوء والحاجات دي كلها هنطبقها بشكل بسيط قوي 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 جوه السكتش ده. الماتيريال اللي انا استخدمتها في الفيديو لغايه دلوقتي هي اللون خشبي اسود، استخدمت من الوان فابريكاسل، استخدمت كمان استخدمت درجة 7B. الناس اللي بتكون بتبدأ، خلينا الاول نعمل سكتش بدرجة فاتحة وبعد كده نستخدم درجات اغمق في التظليل. انا استخدمت 7B من فابريكاسل، ممكن تستخدموا اي ماركة انتوا حابينها. وكمان استخدمت قلم فحم ابيض، واستخدمت السفنجة بتاعة البان باستل عشان اعمل شوية بلند كده بسيط، وادي شوية هايلايتس ابيض اقوى من الفحم الابيض. تمام. بعد كده هبدأ اظلل وادخل لتحت شوية حوالين الشفايف وفوق شوية حوالين الشفايف عشان ادي النحتة بتاعة بروز اللي الدقنة هيحصل فيها البروز بتاعها، والتظليل اللي بيكون غامق تحت الشفايف، خاصة في حالة الشفايف دي ان هي اوريدي بارزة قوي لبره فعاملة تظليل من تحت، فهو ده اللي انا هبدأ اشتغل فيه. فخليكوا كده معايا في الخطوات وخلينا نعمل الملمس بتاع طريقة التظليل دي، ونشتغل كده شوية من الفحم على شوية من الرصاص ونشوف هندمج ازاي. طبعا انا استخدمت هنا المنديل عشان ادمج المساحات الكبيرة، وعملت لمسات خفيفة قوي بالابيض بان باستل عشان أأكد بس على الهايلايتس بالسفنجة بتاعة البان باستل. فاحنا ممكن ندمج بالمناديل بالسفنج بالبلان تول عادي، يعيشوا حياتكم، الاسهل ليكم اشتغلوا بيه. تمام. بس الطريقة سامبل قوي وبسيطة جدا. اهم حاجة في الاول خالص ان احنا نعمل السكتش الاساسي مظبوط، زي ما في الصورة اللي انا قلتلكوا هتعملوها داونلود من على بنترست، هناخد نفس الخطوات. السكتش في الاول بسيط خالص، بعد كده هحدد مع نفسي اماكن الظل، اماكن الضوء، اماكن الضوء القوي، واماكن انعكاسات الضوء. لو في اللقطة دي او في الكادر اللي انا صورته ده في انعكاس للضوء، ابدأ ان انا اشتغل على ده، وهحاول شوية اضيف ملمس لجلد الشفايف وكمان شوية ملمس للجلد من برة عشان ادي الاحساس بتاع الجزء اللي كان منحوت اللي انا كنت بحاول اعمله تصوير. هو طبعا انا وصلت النتيجة كويسة جدا، بس مش حقيقية قوي، فاهمين قصدي؟ عملت السكتش كده سريع، لكن هجرب في مرة ان انا اعمل تمثال كامل
اوكي، ونكون شايفين الصوره الريفرنس بتاعه على الفيديو ونشتغله مع بعض، يبقى قدامنا الاثنين، نبقى شغالين الاثنين مع بعض نسكتش ونبص على التمثال نفسه او القطعه المنحوته دي ونبدا ننفذها في سكتش معانا، ونشوف كده ممكن تكون الماتيريالز ايه، او احنا حابين نشوفها ابيض واسود ولا ملونه، ونبدا نشتغل على الاساس ده. وكمان نحاول نبسط على نفسنا المساحات اللي هنشوفها في التمثال لمساحات بسيطه خالص اقدر انفذها كسكتش عشان تسهل عليا اني اوصل لنتيجه مظبوطه كويسه جدا واتدرب بشكل كويس، واكون بتطور في الرسم بتاعي من مرحله للمرحله اللي بعدها المظبوطه، مش مرحله تفوقها بكتير فاحبط فاتضايق زي ما ناس كانت بتكتب لي في اللايف. انا جربت ان انا ارسم بشره شخص غامق مثلا، بشره غامقه، وانا متعوده ان انا برسم بشره فاتحه، فما عرفتش خالص اعمل البشره بتاعته ولا الملامح بتاعته، عشان طبعا الناس الافارقه ليهم ستايل او ليهم سبحان الله ليهم شكل للملامح بتاعهم زي الناس الاسيويه، غير نحن كعرب، غير الاجانب، غير الحاجات دي كلها. فاحنا بنختلف البشره بتختلف لونها، واللون ده بيعتمد على الدرجات اللي انا هستخدمها في التظليل، بلس البيزك تون اللي موجوده اصلا عندي في الرسمه بتاعتي، كمان هيكون مختلف في شكل الملامح، لان احنا دلوقتي لما جيت قلت لكم الخط اللي بالطول والخط بالعرض عشان احنا نعرف احنا ازاي نقدر نصغر ونكبر حجم الشفايف حسب الشخص اللي انا برسم شفايفه دلوقتي او البورتريه اللي انا برسمه دلوقتي. فما تنسوش طبعا هتسيبوا الفيديو وتشوفوه كل شوية، هتعملوا داونلود للسكتش، تنفذوا التطبيقات وتشاركوني فيها على الانستجرام، وشير للناس اللي محتاجة ان هي تعمل ستيبس بسيطة خالص تبسط عليها تتعلم رسم البورتري. وكمان هتعملوا لي لايك عشان انتوا اكيد اصحابي وضروري جدا ان انتوا تسابورت القناة بتاعتي وزبطوا الدنيا، وهستنى التطبيقات بتاعتكم على انستجرام. خليكم معي على انستجرام وتيك توك عشان بنكون كتير لايف، انا مش بعمل لايف هنا عشان حقوق الموسيقى او الحاجة اللي بتشتغل معانا، فاحنا بيبقى في مشكله في الموضوع ده، فمش بعمل كتير على اليوتيوب، لكن على طول موجودين في فيديو شروحات كتير صغيره، وكمان لايف على تيك توك وانستغرام، وبرد على الاسئله بتاعتكم على طول، وكمان بساعدكم لو انتوا اخترتوا او طلبتوا مني ان انا اقول لكم رايي في حاجه او اساعدكم في حاجه اقدر اساعدكم فيها، مش بتاخر خالص. ما تنسوش في سؤال النهارده في الفيديو، هي خطوة انا لو ما عملتهاش في الرسم بتاعي مش بقدر اشوف الحاجة اللي انا رسمتها مجسمة، ايه هي الستاب اللي ضروري اعملها عشان اقدر اشوف الحاجة اللي انا رسمتها مجسمة مش مجرد خطوط سطحية بسيطة خالص؟ اكتبولي اجابة السؤال في التعليقات، واللي هيجاوب صح هيكون ليه سؤال هقدر اجاوب عليه في فيديو تاني اشرحهوله بالتفصيل عشان اسهل هو كمان عليه حاجة تانية صعبة هو مش بيعرف يرسمها. اشوفكم على خير يا فنانين، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يومكم كله فن وسعادة، مع السلامة.